أعطيني الريموت ألين، حابب أسمع موسيقى. والآن خبرنا يتعلق بأحد مالكي شركة الفكرة الرائعة للإعلان والتصميم السيد جون ديفيت. في مسؤولية، مزبوط. أنا فيني ربح الفريق تبعنا بصفتي مدير، إيه بس تفضل. يسلموا إيديك، شكراً. صحتين. وأنا خير. مو هيك معبى لاكتوز؟ ما قلت لك بدي بلا لاكتوز؟ لو سمحت غيرها، لأنه أنا مسؤول التنظيم بهالمكان. تكرم، يلا. لو سمحت، بيعمل غازات بتعرفي؟ مو ما بيصير، أنا مسؤول تنظيم، بدي اهتم بالمخيم ولا بالغازات. معك حق. أعلي الصوت شوي من عندك. تكرم، قام بها السيد جون ديفيت، تبين أنها مسروقة من حملة موجودة على الإنترنت منذ عام. ريهام، شوفي ليش اجيتي؟ انت منيحه؟ ليكون صاير شيء. جانبيك اجيت لهون لانه بدي احكي معك بموضوع. فيني فوت لجوا؟ طبعا، تفضلي. من هون. لهون. تفضلي. أنا بدي أعترف لك بشي كتير مهم. إيه قولي. أنت لما فكرت إنه أنا ندمت لأني رحت معك على الكوخ كنت غلطان، بس ما عرفت شو بدي أقول بوقتها. وأنا اليوم لما قلت لك أنت بدك يعني ضل ولا أمشي، أنا ما كان قصدي على الشغل. طريقي لهون لعندك، شفت الصور اللي صورتني اياهم، بياخدوا العقل. عم تفهم مو؟ عم اسمع. يلا كملي. ايه طيب، بعمري ما حسيت بهالشي من قبل. ايدي ورجلي بصيروا يرجفوا، بعدين آسف. إيه خلص، رد بركي في شي. طيب. نعم دارين. جان، شغل التلفزيون. يلا قوم شغله بسرعة. تمام. طيب ريهام، بعتذر بس شكله في شي مهم. فكرة الحملة التي قام بها السيد جون ديفيت تبين للجميع أنها مسروقة، حيث تم استخدام هذه الفكرة في حملة مشابهة على الإنترنت منذ عام، وقد يواجه السيد جون ديفيت دعوى قضائية بتهمة سرقة الفكرة. جانبيك، جانبيك.
جان بيك شو صار؟ أنا ما فهمت شي من اللي عم يقولوه. في حدا عم يحاول يدمرني ريهام. طيب بلكي بقصد بلكي في سوء تفاهم أو شي، يعني شو في إذا تشابهت الأفكار؟ المبدعين بيفكروا مثل بعض أو يمكن أنت بالغلط. ريهام اطلعي فيني، طلعي. بيشبه حدا، شغلي بيشبه حدا، بحاجة إني أسرق ريهام؟ أنا بحاجة؟ تفهميني؟ بنوب مو هيك قصدي، لا تفهمني غلط. ليك إذا بتحب أنا بفوت على الموقع وبشوف شو القصة، وأنت اتصل بمعارفك بيخدموك. ما بعرف، رفع دعوة إذا بيمشي الحال. بالدعوة بتقدر تدافع عن حالك على الأقل. ريهام شو الفايدة منها؟ شو الفايدة هلا؟ آه؟ اللي عامل هالعملة حاسبها مزبوط. عم يفتروا علي بعرف، بس كيف بدي أطلع دافع عن حالي إذا ما كان معي إثبات؟ هنن هيك بحسوني ضعيف وبيصيروا بيحكوا بالموضوع أكتر. لبين ما تخلص الدعوة بيكونوا دمروني، وأنا ما بوقع بهيك فخ. طيب اسمع جان بيك، أنت ريهام، ريهام ثانية ثانية، ولا حرف لو سمحتي، بدي أعرف فكر ولا حرف. تركيني ريهام، إذا بتريدي تركيني. بدي ضل لحالي لفكر، أنا بحاجة ضل لحالي. أحسن إذا بضل ريهام. ريهام ريهام لو سمحتي رجاءً. ماشي.